هو ابن وطنه وابن بيئته، وعليه أن يكون حيا في الأفكار التي يطرحها ومتجاوبا مع كل ما فيه الناس. إن مشروع النهضة الذي يتمناه الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة ويقدمون على رأس حملاته الدكتور محمد مرسي ليس مجرد اختيار لشخص، ولكنه اختيار لمنهج، اختيار لجماعة. كلمات قليلة أقولها من قلبي لكم جميعا. لماذا حرم الإسلام والمسلمين؟ لماذا حرمت الحركة الإسلامية؟ ما هو السبب الأساسي لذلك؟ السبب الأساسي هو النهضة الشاملة والمفهوم الشامل للإسلام كما ينبغي له أن يكون. وجاءت الفرصة، تبلورت الفكرة، ودرسنا الرأي ودرسنا التاريخ، وتعلمنا منكم جميعا كيف تكون الشريعة الإسلامية بمعناها وأبناها. فهذا هو المشروع، كيف يطبق الإسلام على الناس في الأرض في وطننا مصر. ما هو المفهوم الصحيح الكامل وكيف التطبيق؟ المنهج المستهدف، الحركة المستهدفة، التصور الصحيح المعتاد المستهدف. كلنا لن يرضى خصمنا، ولا أقول خصم في الانتخابات، أنت عارف أتحدث عن الخصم الذي يريد، وعى بعضنا أو لم يعي الذي يريد أن يحلف الأمة. لن يرضى خصمنا منا بأقل من كلنا، لن يرضى أبدا بأقل من أن يهمش الضوء ويغير المنهج ويزور التاريخ وينشر ثقافة غير ما نعرف وما نحن على يقين بأنها هي الوجاه. أيها الإخوة الكرام، الأساتذة الخطباء، العلماء، الدعاة العلماء، المطبقين العاملين، النماذج والقدوة، علينا أن ننتشر في الناس، علينا أن نواجه